بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي تعالى نبدا نشرح العملي زي ما احنا وصلنا التجربه، بس السريع عشان الوقت. ده المصدر بتاعنا، وات الدايت بتاعنا لو 1N407، تمام؟ تمام ماشي. وادي المقاومه ده المفروض فينا مكثف، ماشي. وادي تمام دلوقتي، ادي المصدر بتاعنا زي ما قلنا، وادي الدايت، وادي المقاومه، وادي المكثف كنا لقيناه هناك، تمام. بص كده شكلها زي الدايره دي، الريبل بتاعتنا، تمام. شلنا كده مكثف، دي الهاف ويف. احنا ممكن بس نقفل الاول، نقفل خالص الاولى، نشيل ده. دي الهاف ويف يا جدعان، تمام. لو احنا عملنا كده، واحده واحده، ده الدي سي بتاعنا عادي شغال كده كده، هما فوق بعض. حتى دي حتى الهاف ويف اللي هي بتعمل له نوتيفيكيشن، تبقى عامله خط، تمام. حط بقى المكثف ده هنا معانا، الدايره ادي الريبل بتاعتنا، الدايره بسيطه جدا. هي دايود ومكثف ومقاومه زي ما قلنا المره اللي فاتت، كل ما تكبر المقاومه وتكبر المكثف الريبل دي بتقل، تمام. بس انت عندك توصيلها بارضي، دول توازي مع بعض، دول توازي، والدايود داخل معاهم توالي مع دول، بس دي بسيطه جدا يعني. وانت بتاخد الاشاره هنا على الاب بتاع المقاومه، وبتاخد هنا المصدر، بس يعني الموضوع بسيط، مش اي حاجه فيه صعب. ودي البيانات 8 بيك تو بيك و50 هرتز، الفاكتور بتاعك بواحد اللي هو عالمية يعني، تمام. بس يعني وادي السيجنال بتاعتك عايز تغيرها، بس كان مش أي حاجة مميزة في التجربة، سهلة جدا يعني الشغل كله يعني. كان بس فكرة إنك تعمل فلتر في الداخل، بس ده كل اللي عليا النهاردة، تعمل أرضي وظبط، تمام. بس شكرا.